شراكتنا اليوم مع مؤسسة زايد لأصحاب الهمم تأتي في ظل إيماننا الكلي بأن يتمتع كل طفل بالصحة والعافية في إمارة أبوظبي وأيضا خارج إمارة أبوظبي. اليوم هذه الشراكة الحمد لله في وقت قصير جدا أثبتت نتائج إيجابية جدا. اليوم استخدامنا للتكنولوجيا المتقدمة أتى بثماره. الأجهزة هذه اليوم أثبتت فوائد بتقريبا 5 أضعاف العلاج الطبيعي العادي، أيضا كذلك قلصت الوقت اللي يحتاجه المعالج للتعامل مع الحالات وتوثيق الحالات والتقدم في هذه الحالات. فالحمد لله اليوم إمارة أبوظبي وفي مدينة العين قدرنا أن نوفر هذه الخدمة بجودة عالية لكافة المحتاجين لها، والحمد لله اليوم جالسين نشوف هذه النتائج على أرض الواقع. نحن إن شاء الله مستمرين في دعم كافة الشركاء في دعم تنمية الطفولة المبكرة بشكل عام في كل ما يحتاجونه كجهة ممكنة لهذا القطاع الحيوي بالتعاون معهم، وأيضا استخدام المعرفة فيما يتعلق بالأبحاث والبيانات لرفد هذا القطاع بكل ما يحتاجه في ظل تقديم إن شاء الله خدمات متميزة وذات جودة عالية للمستفيدين. بداية يعني حقيقة هذا الجهاز اللي توفر اليوم في مركز العين هو حقيقة تنظيم من مؤسسة زايد وتعاون ومشترك من هيئة أبوظبي للطفولة، وهذا أتى من خلال النتائج اللي لمسناها في مركز أبوظبي حيث الجهاز موجود، فكان هناك أيضا رؤية أن نكون هذه الخدمة في مدينة العين، وتكللت الحمد لله بالنجاح من خلال هذا التعاون المشترك بين مؤسسة زايد لأصحاب الهمم وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، حيث هذه حقيقة هي منظومة متكاملة لتخدم حكومة أبوظبي في أن توفر خدمات علاجية لأصحاب الهمم، والحمد لله بتضافر الجهود من خلال القيادات في مؤسسة زايد أو هيئة أبوظبي للطفولة تكللت الحمد لله بهذا الدعم وتوفير هذا الجهاز لأصحاب الهمم في منطقة ومدينة العين. في الحقيقة مؤسسة زايد يعني حريصة وبتوجيهات الشيخ خالد بن زايد رئيس مؤسسة رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد لعلي أصحاب الهمم بأن نخلق شراكات تخدم مجال في إطار عملها اللي هو خدمة أصحاب الهمم. فبالفعل مؤسسة زايد ساعية إلى أن تخلق شراكات جديدة تقدم خدمات أيضا نوعية وابتكارية ومتطورة لأصحاب الهمم في النطاق الداخلي أو في الدولي. فالحمد لله مؤسسة زايد سارية لأنها تخلق شراكات كذلك عبر غير الشراكات اللي تمت مع شركاء استراتيجيين في السابق. تشرفنا اليوم بحضور هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لافتتاح مختبر اللوكومات، وهو جهاز يعنى بتدريب وتأهيل أصحاب الهمم للمشي من ذوي أصحاب الإعاقات الحركية والإعاقات العصبية من مثل الشلل الدماغي والحالات الأخرى وحوادث السير. وأثبت الجهاز فعاليته خلال 5 أعوام الأخرى من تجربة قسم أبوظبي في مؤسسة زايد، وحبت المؤسسة توسيع هذه التجربة للأقسام الأخرى في مدينة العين. وأثبت الجهاز خلال فترة 2 الماضيتين فعاليته مع الأطفال من قسم التدخل المبكر، واستجاب أولياء الأمور للحضور بشكل ممتاز وتحقق الفائدة من هذا الجهاز. تم في بداية الأمر مسح الحالات من الإعاقات الحركية وتحديد احتياجاتها من قبل معالجين مدربين لاستخدام الجهاز من قبل شركة حكومة المتخصصة، ومن ثم تم تضييق العينة لعدد 22 حالة تقريبا على مستوى مدينة العين، وتم البدء بتنفيذ الجلسات من خلال شهر يناير وفبراير، وامتدت عدد الجلسات إلى ما يقارب 200 جلسة حتى الآن.